العلي القدير. الله أكبر ما تقارب قلوب المسلمين في هذا اليوم العظيم. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد، سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولد. وأشهد أن لا إله إلا الله يعلن في هذا اليوم العظيم النتائج ويوزع الجوائز، يوزع الجوائز على كل من صام نهار رمضان وعلى كل من قام ليل رمضان، يوزع الجوائز لكل من حفظ لسانه في رمضان، يوزع الجوائز لكل من اتقى الله في رمضان، يوزع الجوائز لكل من زرفت عيناه وهو يتلو كتاب الله. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وقدوتنا وشفيعنا يوم القيامة محمد بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الموحدون، قولوا لا إله إلا الله افلحوكم. إن هذا اليوم هو يوم عظيم. هذا اليوم هو يوم العيد، حيث تعلن النتائج وتوزع فيه الجوائز. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة القدر، إذا كان ليلة القدر نزل جبريل في كبكبة من الملائكة يصلون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله عز وجل. فإذا كان يوم عيدهم، إذا كان يوم عيدهم باه الله تعالى بهم ملائكته، فقال: يا ملائكتي، ما جزاء أجير وفى عمله؟ قالت الملائكة: ربنا جزاؤه أن يوفى أجره. قال الله تعالى: ملائكتي عبيدي وإمائي، قضوا فريضتي عليهم وخرجوا يحجون إلي بالدعاء وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني وعلوي، لأجيبنهم. فيقول المولى تبارك وتعالى: ارجعوا فقد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات. فيرجعون مغفورا لهم. هل تتصور أيها الصائم، أيها القائم، هل تتخيل أنك ستعود إلى بيتك وقد غفر الله ذنبك؟ هل تتصور أيها الأخ الكريم الذي اتقيت الله في رمضان، هل تتصور أنك ستعود إلى بيتك مغفور الذنب؟ هل تتصور أن الله
في هذا اليوم، وباه بك ملائكة العرش، ملائكة الرحمن، بل ملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل، بل أمين الروح يباهي بك ملائكته ويقول لملائكته: هؤلاء عبادي قضوا شهر رمضان، قاموا نهاره وصاموا نهاره وقاموا ليله، فقد أشهد ملائكته أنه قد غفر لك، فهنيئا لك، هنيئا لك أيها الأخ المؤمن بهذا اليوم العظيم. ففي الأرض هو عيد الفطر، وفي السماء فهو يوم الجائزة. وهذه الجائزة اليوم هي جزء من الجوائز العظيمة والمنح الكبيرة التي يتفضل الله بها على عباده يوم القيامة، يوم القيامة. فللصائم فرحتان: فرحة عند فطره، عندما كنت تفطر في رمضان بماذا تشعر؟ تشعر بالفرح. من الذي أدخل الفرحة إلى قلبك؟ وهذه الفرحة التي يبحث عنها ملايين بل ملايين البشر ولا يصلون إليها فينتحرون. أما المؤمن حينما يجلس على مائدة الإفطار أمام الطعام يشعر بفرحة لا مثيل لها. لماذا؟ لأن الذي خلقك هو الذي أدخل الفرحة إلى قلبك، لأنك امتثلت لأمره، لأنك صمت رمضان، فتشعر بهذه الفرحة التي لا تقدر بملايين بل ملايين الدولارات. والفرحة الكبرى، الفرحة الكبرى عندما تقف بين يدي الله عز وجل وأنت خائف وجه، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يومئذ تعرضون لا يخفى منكم خائفة. عندئذ وفي هذا الموقف العظيم يأتي الصيام والقرآن فيشفعان لك، فيقول الصيام: يا رب إني منعته الطعام والشراب فشفعني فيه. ويقول القرآن: يا ربي إني منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان لك يوم القيامة. عندئذ يناديك المولى عز وجل ليعطيك كتابك بيمينك، فتحمل كتابك وترفعه إلى الأعلى وتصرخ بأعلى صوت: ها أقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. ها أقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. تصرخ يوم القيامة على رؤوس الخلائق وأنت فرح، لأن الله تعالى قد غفر لك ذنبك وأعتق رقبتك من النار وفزت بالجنة، فتنادي بأعلى صوتك: إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذه الفرحة الكبرى أيها الأخ. عندئذ تساق إلى الجنة فتمر على الصراط كلمح البصر لتصل إلى باب الجنة، وتقف أمام باب الريان وتضع قدمك داخل الجنة، وتأتي الملائكة لتسلم عليك. الملائكة يدخلون من كل باب: سلام عليكم
بما صبرتم فنعم عقبى الدار، وتدخل إلى الجنة التي بناها العزيز الغفار، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وطينها المسك وحشيشها الزعفران وحصباؤها اللؤلؤ والمرجان. تدخل إلى الجنة وتساق إلى قصرك، وعند القصر ترى الحور العين ينتظرنا صاحبهم، ينتظرنك حور العين. لو أن امرأة منهم نزلت إلى الأرض لغطت بضوئها نور الشمس، ثم بعد ذلك تلبس الذهب والحرير، ويلبسون ثيابا من ذهب ولباسهم فيها حرير، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. ثم بعد ذلك تنظر عن يمينك فترى لك بيت، لأنك بنيت مسجدا لله، وتنظر عن شمالك فترى لك بيت، لأنك كنت صادقا في الحديث، وتنظر من ورائك فترى لك بيت، لأنك تركت المراء، وتنظر إلى أمامك فترى لك بيت، وملايين الأشجار لأنك كنت تسبح الله عز وجل. هذا هو مقامك أيها الأخ الكريم، وهذه هي فرحتك أيها المؤمن حينما ترى نفسك في الجنة وتنظر لترى حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك ينادي المولى تبارك وتعالى: هل أزيدكم؟ فتقول: يا رب، لقد ضيقت وجهي وأعتقت رقبتي من النار، نجيتني من النار وأدخلتني الجنة، فماذا أريد؟ عندئذ يكشف الحجاب، فترى وجه الله الكريم، ترى وجه الله في الجنة. هذا هو مقامك أيها الأخ المؤمن عندما تفرح بلقاء الله عز وجل. لذلك افرح بهذا العيد، لأن هذا العيد حصلت على الجائزة من الله، ويوم القيامة تفرح بلقاء الله. ولكن أيها الأخ المؤمن، إذا انتهى رمضان وإذا مات رمضان، فرب رمضان ما زال حيا. لذلك هذه الشحنة التي أخذتها من رمضان لا تتركها على الإطلاق، لا تتركها، وتابع النشاط لكي تشعر بحلاوة الإيمان، ولكي تفرح بالاتصال بالخالق، ولكي تفرح عندما تلقى العزيز الغفار يوم القيامة. أيها الإخوة الموحدون، إن هذا اليوم هو يوم المرحمة، ويوم البر، ويوم الصلة. يقول الله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فما هي الأرحام؟ هم جميع أقربائك من جهة الأم ثم الأب. كل الأقرباء من جهة الأم والأب هم الأرحام. يعني من هو أولاً؟ الأم أولاً، ثم الأب ثانياً، ثم الأخت ثالثاً، ثم الأخ رابعاً، ثم العمة، ثم العم، ثم الخالة، ثم الخال، ثم الأقرب فالأقرب. هؤلاء الأرحام. ما قصة الأرحام؟ أول مكالمة، أول حوار حصل بين الله تعالى بعد خلق السماوات والأرض كان بين الله والرحم.
حينما خلق الله الخلق وفرغ من خلقه قالت الرحم يا رب هذا مع هذا معاد القائم بك من القطيعة العائد بك من القطيعة. فيقول الله لها ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب. قال فهو لك الرحم. عبد الله بن عمر يطوف حول البيت وعلى ظهره امرأة عجوز. رأى رجل، عبد الله بن عمر رأى رجل يطوف حول البيت وعلى ظهره امرأة عجوز. من هي؟ من هذه المرأة العجوز؟ قال الرجل هي أمي لا تستطيع الطواف فحملتها على ظهري. يا ابن عمر هل وفيتها حقها؟ فقال له ابن عمر لا والله مهما صنعت لها من المعروف ما وفيتها طلقة طلقتك بها عند الولادة. هذه الأم عندما يتزوج الشاب تسحبه زوجته إلى بيتها وبيت أهلها ولا يعود إلى أمه وأبيه إلا بالمناسبات، وتتصل أمه تعالى زرني مشغول أينبذي لماذا؟ لأن زوجته سحبته من عنقه. ولا أريد أن أمثل. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمك هذه التي ربت وحملت وسهرت تفعل بها هذا لماذا؟ لأنك تسمع كلام زوجتك. من أحق بالصحبة لك بصحبتك هي الأم أولا ثم الزوجة. لذلك أيها الإخوة الرحم معلقة بالعرش، الرحم معلقة بالعرش. ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ نعم. فكل قاطع للرحم الله تعالى قطع صلته به. وهل تستطيع أن تعيش بغير الصلة بالله؟ فمن أين تأتي الرحمة؟ ومن أين يأتي الرزق؟ ومن أين تأتي القوة؟ ومن أين يأتي الفرح والسعادة والإيمان؟ لذلك هذا اليوم هو يوم المرحمة، يوم الصلة. فصل رحمك. فيا من قطعت رحمك. وفي هذه الأيام مجتمع المسلمين متقطع بسبب قطيعة الأرحام، والله تعالى نزع البركة من بيوتنا ومن علاقاتنا فيما بيننا بسبب التشاحن والتخاصم وقطيعة الرحم. نعم أيها الإخوة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة، ثلاثة لا يقبل الله صلاتهم، ثلاثة إمام وهم له كارهون، وزوجة باتت وزوجها غضبان عليها، وأخوان متخاصمان. لذلك ترفع الأعمال إلى الله يوم الخميس والاثنين، فيغفر الله لكل من لا يشرك به إلا المتخاصمان، فيقول انظروا هذين حتى يصطلحا. لذلك هذا اليوم هو يوم التراحم، يوم صلة الرحم. فاستغنم هذا اليوم، وصل من قطعك، واعفو عمن ظلمك، واذهب إلى أمك وقبل يديها بل قبل رجليها واطلب منها السماحه